بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات رب لترضى. معنا مجموعة الشباب، نسير سويا في طريق الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم يا شباب. مين معاه السؤال النهارده؟ اتفضل يا احمد. كنا عايزين نعرف ايه فايده دوام الذكر على الذكر. اما بيداوم على الذكر بيحصل له ايه، وايه اللي بيتغير في قلبه، وايه اللي بيتغير في حاله كله لما بيداوم على الذكر؟ دوام الذكر، اولا الذكر عمل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العمل الدائم، ويقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فما بالك لو كثر يكون أحب. كثير من الصحابة حدث لهم رغبة في الزيادة والتشوق للعبادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ بالهم من أجل الديمومة، ويقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إيه المنبت ده؟ المنبت اللي سائر على الجمل بتاعه في الصحراء وعايز يوصل إلى المدينة بتاعته أو القرية بتاعته، فمش راضي يستريح. الجمل تعب فمات. هو لما أتعب الجمل أتعبه في قد إيه؟ أتعبه في 48 ساعة. كانوا يمشوا حوالي 12 ساعة ويريحوا 12 ساعة، فلما وفي خلال ال 12 ساعة دي يقضي مرحلة. المرحلة دي قد إيه؟ المرحلة دي في حدود 42 كيلو، 40، 42، حاجة زي كده. يقدر ان هو يمشي في المرحلة وبعدين يريح، يوكل البعير بتاعه ده يشربه وهو يرتاح ويصلي وكذا، لكن لا، ده عايز يوصل بسرعة. فمشي، فيا عين البعير مات من المجهود، من قلة مفيش، من قلة الأكل، من قلة الشرب. وبعدين شاف المسافة اللي هو مشيها، لقاهم 60 كيلو وهو عايز يمشي 600. الـ600 تيجي ازاي؟ ناخدها في 40 في 40 كده كويس، كل يوم 40. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا، اللي هو البعير بتاعه اللي هو بيركب على ظهره ده هو أبقى. البعير مات وحضرتك ما وصلتش، أنت كده خدت الـ60 كيلو على بعضها، أهلكت البعير بتاعك، والـ600 كيلو اللي أنت عايز توصلهم ما حصلتش. سيدنا رسول الله بيعلمنا الحكمة حتى في السير إلى الله سبحانه وتعالى. فجاه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقال له يا رسول الله، شوف بقى أنا بستأذنك، أنا عايز أصوم على طول الظهر، اسمه صيام الظهر. قال له أخاف أن ينسأ لك في عمرك، ينسأ لك يعني يزاد، يعني خلي يعني هتموت كبير فلا تستطيع. فقال بي قوة يا رسول الله. قال له طب صوم 3 أيام في الشهر، 13 و14 و15 يسموها الفقهاء ليالي البيض عشان القمر
يعني ايه بيبقى في السماء منور كده كامل فيسموها الليالي البيض. فصوم 13 14 15 قالوا بيقوا قالوا طب صوم الاثنين والخميس فاربع اسابيع يبقى 8 بدل 3 قال بيقوا. المهم لغايه ما قالوا صوم يوما وافطر يوما هذا صيام نبي الله داود ما فيش اكتر من كده. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر ومش قادر يصوم ويجيه اليوم فوق 80 ويوم حر وما هوش عايز يسيب ما تعود عليه. فانت بتسأل هو الواحد لما يديم على الذكر او يديم على العمل على فكرة هيشعر بايه؟ يشعر بلذة، يشعر بطمأنينة، يشعر بهدوء نفسي، يشعر بسلام مع النفس، يشعر بأنه مرتاح، بأنه سعيد من الديمومة. كل عمل له مذاق، انت عارف الأطعمة مش ليها مذاقات مختلفة كده؟ يعني تلاقي الملوخية غير البطاطس غير الفاصوليا غير كذا، مذاقات مختلفة. لكن ايه رأيك انه كل الطعام بيحدث الشبع وكل الماء والسيولة بتحدث الري؟ هي بتعمل كده. فالديمومة لها مذاقات مختلفة. اللي بيداوم يا أخي على الصلاة له طمأنينة مختلفة عن اللي بيداوم على الذكر، عن اللي بيداوم على الصيام وبيكسر من الصيام، قرآن مثلا، على اللي بيداوم على قراءة القرآن، على اللي بيداوم، كل حاجة ليها مذاق. طب افرض جمعت بين كله ده يبقى مذاق تاني. ولذلك كان أهل الله يقولوا إيه؟ نحن في سعادة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها. الملك بيبقى معاه كل حاجة، يقدر يعمل أي حاجة، ومن هنا تجد الناس بتحبه لأنه الملك أخلاق الملوك إنهم كرمة، يعمل لك اللي أنت عايز. إيه؟ عايز اتجوز يجوزك، عايز عربيه يجيب لك عربيه، ما هو الفلوس كتيره والملك كتير. فالناس تحب والناس تخافه لانه يقدر انه يؤمر فيطاع. فالملك ده هو يقول لك اخلاق الملوك، اخلاق الملوك ده ايه؟ ليه؟ لانه هو بيحبب الناس فيه وبيعمل كده. طيب الملك ده لو عرف السعادة اللي عند أهل الله كان قال لهم الله، طب ودي أنا أعمل إيه؟ أنا عايز أشتريها منكم. يقولوا له والله دي ما بتتباعش. طب أنا عايز أبقى كده. طب أبقى كده لوحدك بقى، أذكر وأعمل وداوم وكتر وهكذا. الله بس ده فيها مجهود فأنا عايزها جاهزة كده. ما ينفعش. الله انا هاخدها منكم وهاخدها منكم، حضروا السيوف بقى علشان نقاتل الناس دي، علشان انا عايز اخد الحاجه دي لازم تكون بتاعتي. لقاتلون يعني مجاز، ها، لقاتلونا عليها. اذا بتسال ديمومه الذكر بتعمل ايه؟ بتعمل الراحه، بتعمل السعاده، بتعمل. ولذلك يقولوا عليهم عبارات كده ما تتفهمش الا من ذاق عرف ومن عرف اغترف. يقولون سعادة الدارين. ايه سعادة الدنيا دي بقى؟ سعادة الاخرة خلاص عرفنا انها جنة وانها رضا الله وان النظر الى وجهه تعالى، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. طب وسعادة الدنيا؟ هذه الراحة الغريبة، هذه القناعة، هذا الرضا، راضي، هذا التسليم، هذه الطمأنينة، مش قلقان، مش حيران، دافيان، دافيان كده، في إيمان دافئ كده أنت حاسس بيه، لا حاجة حلوة.
حاجة حلوة قد لا تحسن التعبير عنها، تيجي تعبر عنها. طيب فين في اللغة الحاجة اللي زي كده؟ شوية كلمات كتيرة: الطمأنينة، السلام النفسي، الراحة، السعادة، الفرحة، عدم الحيرة، عدم القلق، عدم التبرم، الرضا، التسليم، وهكذا. طب يا مولانا، ما فيش حد بيشعر بالشعور ده غير اللي بيذكر الطمأنينة والسلام والراحة والرضا؟ طب ممكن يبقى في ناس مش بتذكر وحاسة برضو بالشعور ده، انه يبقى راضي او يبقى مش متضايق او مش قلقان، ممكن مش بصورة دائمة. ما هو هنا الكلام، انا بشعر بالفرح وبالسعادة، علشان لما يسمعني وانا بقول كده يعرف يعني ايه سعادة. بشعر بالقلق علشان اعرف يعني ايه قلق، وهل القلق ده مرغوب فيه ولا كلمة القلق سلبية غير مرغوب فيها. طبعا الانسان كانسان يسعد ويطمئن ويرتاح وكذا، احنا مش بنتكلم في كده، ان في ناس بيحصل لها كده. طبعا كل الناس بيحصل لها سعادة، كل الناس بيحصل لها فرح، ولكن هل بصورة دائمة يعني عايش فيها؟ في فرق بين أن تعرف هذه الكلمات وبين أن تعيش فيها. وعلى كل حال بعد الفاصل نواصل معكم إن شاء الله. الرحمن الرحيم، رجعنا من الفاصل. وهل هناك أسئلة نراها مثلا على وجه السيد بلال؟ سيدي حضرتك كنت قلت من أساس الطريق الذكر والفكر، ومن في الأذكار في أو أذكار صباحية ومسائية، فأنا عايز أعرف الصباح بيبدأ من إمتى وبينتهي إمتى، والمساء بيبدأ من إمتى وبينتهي إمتى. ولو ما قلتش ذكر أذكار الصباح ينفع أقولها مع المساء؟ فخلي مثلا في المساء بقول ورد الصباح مع ورد المساء، او اجي بكره اقول بتاع امبارح مثلا. واحده واحده نمشي سؤال سؤال. السؤال الاول: امتى الصبح بيبدا؟ الصبح بيبدا مع صلاه الفجر، مع اذان الفجر الصادق، لانه الشمس قبل ما تطلع من جهه الشروق وهي عند درجة 21 تحت الأفق، ضوءها بيبدأ يظهر، بس بيظهر زي ديل السرحان أو اللي هو الديب، ديل الديب كده، ولا ديل تلاقيه صغير من كده ومنتشر كده لفوق زي القمع المقلوب كده. ببص لجهة الشروق ألاقي القمع المقلوب ده، وبعدين يختفي والدنيا تظلم تاني، وبعدين يجي ضوء في الشروق في الشرق، في جهة الشرق مستعرض كده اهو بالطول كده زي مستطيل كده، فده اسمه الفجر المستطيل باللام، والتاني ده المستطير. الفجر الاولاني ده اسمه الفجر الكاذب، بيضحك علينا كانه يعني ها كذب علينا، الله ده في ضوء اهو يبقى الشمس هتطلع، لسه ما طلعتش ولا جاتش. التاني الفجر الصادق، ده اللي بنصلي عليه مولانا، اللي هو احنا بنصلي عليه، وده بتكون تحت الأفق ب19 درجة، واخد بالك؟ ابتداء من 22-23 وهي تحت يطلع الفجر باختلاف الأماكن. الشمس بتمشي الدرجة في 4 دقايق،
يبقى ما بين الصادق والكذاب، الكذاب الأول وبعدين بيجي الصادق، حاجة بتاع 5 درجات، يعني حاجة بتاع 20 دقيقة. فكان بلال أول ما يطلع الكاذب ده يأذن الأذان الأول، كانوا يأذنوا زمان الفجر 2 مرات، مرة مع الضوء الأولاني ده هو، ومرة مع الصادق. الصادق كان يأذنه ابن أم مكتوم، سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم كان ضرير، فكانوا يقولون له أصبحت أصبحت علشان يأذن لأنه مش شايف. فكان الصحابة تقول له إيه أصبحت أصبحت، هو واقف مجهز يا عيني كده هو هي ها هيأذن. فإمتى يأذن؟ لما يسمع الصحابة يقولوا له أصبحت أصبحت فيؤذن. وسيدنا بلال يأذن الأولاني بس مش تملي، ساعات سيدنا بلال يؤذن برضو التاني، ابن أم مكتوم مجاش أو كذا إلى آخره، برضو يؤذن التاني. وهو ده اللي مرة لقى فيه سيدنا النبي نايم فقال الصلاة خير من النوم. سيدنا النبي كان يقوم الليل بس ينام شوية كده، فلقى النبي نايم ما طلعش، فراح قال الصلاة خير من النوم فأضيفت إلى الأذان. سيدنا بلال ولا سيدنا عبد الله بن أم مكتوم؟ سيدنا بلال، ما هو هنا اللي لخبط بعض الناس وقال الصلاة خير من النوم في الأول مش في الثاني، لأن سيدنا بلال اللي كان بيقول الأول. لا، هو مش تملي كان بيقول الأول، بعض الناس من العيال الصغيرة اتلخبطوا في الحكاية دي. لا، ده هو كان بيقول ده وكان بيقول ده، فهو قالوا في التاني، قالوا في التاني. إذن الإجابة على السؤال إمتى يبدأ الصبح؟ يبدأ مع أذان الفجر الصادق اللي هو النتائج بتاعتنا بتعملها، اللي هو لما يبقى عند 19 درجة. طيب أدي ده الصبح. إمتى يبدأ المساء؟ شوف الكلمة، يبدأ المساء عند العرب عند أذان الظهر، عند أذان الظهر. الجماعة الأوروبيين لما احتكوا بينا في الأندلس وفي صقلية وفي طليطلة ومش عارف إيه الكلام ده، في الأندلس وفي صقلية، خدوا الكلام ده منين؟ فتلاقي مساء الخير عندهم بعد صلاة الظهر، صباح الخير قبل صلاة الظهر، مساء الخير بعد صلاة الظهر. إحنا بنقول السلام عليكم، لكن هم جم وقالوا إيه؟ مساء وصباح. فين المساء ده؟ المساء عند العرب هو المساء عند الأوروبيين لأنهم خدوها مننا. تبدأ من إمتى؟ من صلاة الظهر. يبقى إذا لما أنت تقرأ في الكتب الأذكار اللي بتقولك ده الصبح، يبقى عندك من الصبح من الفجر اللي هو صلاة الصبح أو صلاة الفجر هيها من أذان الفجر إلى أذان الظهر، كله دي الفترة دي هي الصبح. بعض الأوراد يقول لك قولها قبل الشروق، دي قضية تانية، يبقى من أذان الفجر للشروق، ودي بتبقى 1 ساعة و20 دقيقة، 1.5 ساعة بالكتير حسب أيام السنة، تختلف وحسب كمان مكانك، مصر غير الهند غير السعودية غير فوق غير تحت وهكذا. ده الصباح والمساء، يبقى الصباح معروف الفجر والمساء معروف صلاة الظهر. الصبح والليل أو النهار والليل، النهار والليل غير الصبح والمساء، غير النهار والليل. النهار إمتى بقى؟ النهار هيبدأ مع ضوء الشمس كده اللي هو الفجر برضه، وينتهي في الغروب، وهو وقت الصيام، انك تبطل اكل من الفجر تقدر تفطر لما اذان المغرب يجي زي ما احنا في رمضان كده. يبقى ده النهار في ضوء. الليل من المغرب للايه؟ للفجر. يبقى اذا
غاية المراد من رب العباد أن نفصل ما بين الصبح والمساء وما بين النهار والليل، وعرفنا المواقيت بتاعتها. جي لك سؤال تاني تقولي طيب أنا فاتني الورد بتاع اللي أنا لازم أعمله الصبح أعمله في المساء؟ أهل الله قالوا لا. ليه؟ قال لأن المساء ليه ورد تاني، يعني ما هو واجب الوقت. يعني أنت دلوقتي اللي فات في الحتة دي بخلاف الصلاة بخلاف الصيام بخلاف الكذا اللي فات مات. شوف المصريين يقول اللي فات مات ليه؟ على الذكر. فاتك يا حبيبي الورد، اه خلاص اشتغل بالورد التاني بقى، ما انت اصلك انت ها الذكر دايم على طول، فلا ما فيهش قضاء. ذكرت ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرض، موقوتا يعني ليها مواقيت، فاذا فاتتك هذه المواقيت لازم عليك، فان دين الله احق ان يقضى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الذكر لا، ده الذكر انت ما فيهش قضاء. فالإجابة على سؤالك إنه افرض فاتني، اشتغل على طول بالورد بتاعك اللي في الليل. الأذكار بقى من أنا اللي عندنا في الطريق دي بتبقى صباح ومساء ولا نهار وليل؟ في كده وفي كده حسب اللي مكتوب قدامك في الكتاب. نعم يا أحمد. لو حضرتك الأذكار اللي خاصة بالصباح، لو بيشق على بعض الناس إنهم يقولوها من الفجر لغاية صلاة الظهر لظروف شغلهم او لاي سبب تاني، يعني الوقت ده بيبقى صعب عند بعض الناس انهم يلحقوا قبل صلاه الظهر، يعني كده يبقى خلاص ملوش اذكار صباح لانه مش هيقضيها بقى. كل ده يرشدك اليه الشيخ، لانه كل واحد ليه ظروفه، وهو ده مهمه الشيخ انه يجاوبك على الاسئله دي. ومن ضمن هذه الاجابات طيب يجي يقول له يا مولانا انا بقوم بالشكل ده وكده، قوم يقول له مثلا طيب قصص ربع ساعة بعد صلاة الفجر انتهي منها من كذا، وعود نفسك على هذا. قبل ما تنزل للشغل، انت بتنزل الشغل كام؟ ويبدأ بقى يحقق معه ويرسم له الخريطة، عامل زي طبيب البطنة مع مريض السكر، واخد بالك؟ فيقول له لا طب زود الانسولين كده، طب نقص الدواء الفلاني، طب زود الاكل، طب اعمل مش عارف ايه، طب غير نوعية كذا وكذا لغاية ما يتظبطوا. وانت بتلعب في الراديو كده بتجيب الموجة تفضل ايه ورا المؤشر لغاية ما يجي عند الموجة المظبوطة اللي انت عايز تسمع المحطة بتاعتها. فده هو ده الشغل بتاع الطريق، ما هوش اي اوهام اخرى حاول أعداء التصوف وأدعياء التصوف أن يلصقوها بالتصوف ولا بالطريق. طريق علاقة الشيخ بالمريد هي علاقة الإرشاد التوجيه النصح من شخص خبير بهذا الحال. ولذلك ترى بعض الطرق بتشترط في الشيخ ده أن يكون عالما، أن يكون عارفا عالما خبر هذه الأشياء وعرف ما الذي يمكن أن يوصل. ثم إنه يعني حاجة اسمها إيه لحمة العلم أو لحمة التقوى أو اللي هو البنوة دي، اللي هو أنا منكم مثل الوالد للولد، يعني في حب وفي عطف وفي رفق مع أنه في أيضا التزام. ولذلك فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.